من المغرب، توج المغربي رشيد المربطي أمس بالمرحلة الأولى من ماراثون الرمال والتي ربطت بين برج إيردي وتيسر ديمن على مسافة 32 كيلومتر فاصل 2، وأنهى المرابطي المرحلة الأولى في زمن قدره ساعتان و 31 دقيقة و 57 ثانية، متبوعا بشقيقه الأصغر محمد بتوقيت ساعتان و 42 دقيقة و 28 ثانية، فيما جاء عزيز ياشو في المركز الثالث. وقطع المشاركون مسافة هذه المرحلة عبر مسالك وعرة تخللتها هضاب صخرية ووديان جافة وكثبان رملية صغيرة، كما واجهوا مسارات صعبة تميزت بمرتفعات ومنحدرات إلى جانب ممرات صخرية ورملية وعرة. وستربط المرحلة الثانية بين منطقتي تيسر ديمين وكورسي ديال زايد. ويعد ماراثون الرمال الذي يتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري موعدا سنويا يجمع مئات المشاركين من مختلف القارات من هواة رياضات المغامرة والتحمل.